استفادت ولاية سيدي بالعباس من مركزين للطمر التقني سعتهما 220 ألف متر مكعب، هما في طريق الإنجاز، إضافة إلى 4 مفارغة مراقبة في كل من بلديات شتوان، أمسيد، راس الماء ومرحوم، بسعة إجمالية تقدر ب 240 ألف متر مكعب. وبهذا تكون ولاية سيدي بالعباس قد وفقت في إتمام البرامج المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها. بحيرة سيدي محمد بن علي التي تمتد على مساحة 17 هكتارا فضاء آخر يساهم في تزيين المحيط وتثمين الصورة الحضرية للمدينة. وحنا نعمل باش نصنفوا موقع رمسار باش نستفادوا من تأهيلات أكثر من ما راح تعمل به الولاية. غابة بوحريز للتسلية مشروع تم تنفيذه وقفت عليه السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة.